السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاكر لإتاحة الفرصة منبر أنصار السنة. ما بدأت الحاجات دي. طيب أنا عندي كم حاجة كده وجهها للمنبر. الحاجة المعروفة إنه السودان من الاستغلال ما عنده دستور يحكمه اللي هو بحدد الواجبات والحقوق للناس اللي عايشين سوا في حدود الدولة دي، تمام؟ فهسي نهاية الفترة الانتقالية دي حيكون في مؤتمر دستوري يستشير الشعب السوداني يحدد دستورهم اللي هو بيحكمهم بمشاركة جماهيرية. فأنا سؤالي بوجهه لشيخ أبو بكر، إذا أنا سألتك يعني رأي شنو في الدستور حتقول لي مصدر التشريع بتاع الكتاب والسنة. أنا ذاتي بتفق معك، لكن في سودانيين ما مسلمين، مثلا جبال النوبة فيها ناس مسيحيين، تمام؟ أنت كده أخسيتهم، حيكون في صراع، حتكون في مشاكل. أنت كيف يعني تدي الناس دي حقهم من غير ما يكون في صراع في البلد، تمام؟ فهسه أنا بسألك نحن كيف ممكن نعمل دستور يلمنا كده كلنا من غير صراع من غير مشاكل، يحفظ لأي ذول حقه، مسلم مسيحي لا ديني سوداني قاعد في الدولة دي ومشارك مع المجتمع في الإنتاج وفي أي حاجة عنده حق. فدار أزر دار أشوف رأيك في الحاجة دي، تمام؟ فحياة الثانية دي الأسلوب بتاع الدعوة عندكم، أنا ما أعرف عندكم أسلوب مشترك في بعض الألفاظ قاعدين تستخدموها كله، ما أعرف عرفته شفته يا باطل يا علماني يا ويل نبذوا الناس يا إنت يا ويل، إنت ما أحسن من الناس دي ولا حاجة. زول جاء داخلك رد عليه بكل أدب واحترام، يا أخي إنت قاعد بتنشر في دين الإسلام يا أخي، دي حاجة مقدسة مفروض ترتقي شوية، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يا أخي، ما تنبذ الناس. انت الزول ده لو جه هنا يا اخي يا باطل ويا عاط تاني حيجيك كيف يعني؟ ما حيجيك، ما عارف حترد لك كده يعني. فالحاجه دي بتكون خصم على الدين يعني بسببك انت، تمام؟ الحاجه الثانيه موقفكم من الكيزان قبل الثوره وبعدها، لو متذكرين يا شباب داخليه الوسط قبل الثوره المنبر ده اسم كوز ما قاعد يتذكر فيه، متفقين معي في الحاجه دي؟ الناس زي ما قاعد يتكلموا في الكيزان. طيب خلاص خلينا نخلص كلامي، ما تجوبوا خلاص بعد ال بعد خلاص سقطوا ده الكيزان ده الولد يعني. انت خلي عندك موقف ده، دي انا بالنسبه لي حسب تحليلي دبر لي انك كان عندك مصلحه والمصلحه دي انتهت، تمام؟ الحاجه الثانيه الزول لا أسي قبل شوية ماسك لك كتاب بيقرأ، أنا ما أعرف بيقرأ في شنو والله، ما سمعت الكلام ولا فهمته. الشباب اللي قاعد شايفهم ديل طلبة جامعيين يعني ناس باحثين، الزول لو عنده حاجة داري يعرفها النص أو أي حاجة بيمشي بحسب يعرفها. أنا شايف المجهود اللي قاعدين تبذلوه هنا ده أمشي وأبذلوه في حتات تانية، في ناس الله ما عارف إنه في ناس ما عارفين يصلوا في مناطق في السودان ده ما عارفين الدين الإسلامي ذاته، أمشوا المناطق دي أنشروا الدين ده هناك، الناس دي الناس طلبوا واعيين، تمام؟ فمفروض تغننوا الموضوع ده شويه يعني، الاسلوب بتاع الدعوه وطريقتكم دي، وشاكر اللي تحت الفرصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. وبعد أنا جاوب على مداخل الشاب ده بسرعة كده، ما في يعني حاجات جديدة. أهم النقاط في الموضوع ده إنه قال نحنا كسودانيين السودان ما عنده دستور بيمشي عليه من الاستقلال، وإنه حيكون في عقد للدستور بمشاورة الشعب في آخر الفترة الانتقالية،
وقال انتوا رايكم شنو. اول حاجه يعني اصوب لك المعلومه، الدستور ما بيوضع بمشاوره الشعب. الان في الفتره الانتقاليه، وده مش اقل عن الفترات الانتقاليه، هي بتضع مقترح لدستور البلد، والمقترح ده بتجي الحكومه المنتخبه الجديده عبر البرلمان، والبرلمان بينتخب من فئات الشعب السوداني، ينتخب من فئه مثلا رؤساء القبائل، من اساتذه الجامعات، من غيرها من مكونات او قاده الشعب السوداني، بينتخبوا البرلمان. الدستور اللي بتضعه الحكومه الانتقاليه بيجي البرلمان بيصوت عليه. ده النظام كده، ما في حاجه اسمها دستور بيجي بشاور الشعب، يعني يقفوا في السوق العربي يقولون ناس رايكم شنو؟ دارين دول ولا ما دارين؟ ما في كلام زي ده. دي الطريقه بتاعت الحكومات الانتقاليه، بتضع الدستور بالطريقه دي، عرفتها؟ والمشاوره مشاوره بتاعت برلمان، ما مشاوره في الشارع، يشاوروا الشعب السوداني. في دستور شاور عليه شعب؟ بيتين ده لقاك وين ده انت؟ كده اديني نموذج لدوله وقفت في الشارع شاورت الشعب رايكم شنو؟ نعمل ده؟ ما نعمل. الشعب بيستشار في اختيار البرلمان، بيستشار في اختيار البرلمان. البرلمان اللي بينتخب من قبل الشعب هو بعد ذاك اللي بيجي بصوت لإجازة الدستور أو منعه أو التحفظ عليه. ده البرنامج كده، فعدل معلومتك أول حاجة. اثنين، أنت قلت في أقليات موجودة، وأنتوا لو وضعتوا دستور أصل الإسلام اللي هو القرآن والسنة في أقليات تانية ما حيرضوا، وفي ناس قال ما مسلمين في جبال النوبة وفي غيرها. طيب انت لو شلت الدستور الاسلامي وضعت دستور اللي انت بتسميه علماني او جمهوري او ديمقراطي، في اغلبيه ما بترضى ولا بيرضوا؟ طيب هل انت بتراعي الاقليه ولا الاغلبيه؟ يعني اذا عندنا احنا اغلبيه في السودان، نسبه المسلمين كم يعني؟ تقريبا نقول 95%، مش كده؟ ولا اكثر؟ لا لا اكثر من كده كمان نسبة المسلمين. فما ممكن انت تراعي لنسبة بتاعت 5% وما بتراعي لنسبة بتاعت 95%. وما تقول لي انا لو وضعت دستور علماني او ديمقراطي ده بيرضي المسلم وغير المسلم. لا ابدا، المسلم ما بيرضي الا الاسلام فقط. ليه؟ لانه ربنا قال ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا إلا إياه ذلك شنو؟ الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمسلم ما بيرضى إلا بالإسلام. وبعد ذاك أنا بديك السبب اللي خلى الدول الآن اللي جابت دستور يعني غير ديني، مع إن هي دول دينية، اللي جابت دول أو دساتير أو قوانين غير دينية، مع إن هي دول دينية زي بريطانيا دولة دينية وأمريكا وغيرها، دي دول دينية، لكن ليه هي جابت دساتير غير دينية؟ أجاوب لك وأوريك الفرق بينهم وبيننا. الفرق إنه عندهم في الإنجيل، والدول دي دول نصرانية، الإنجيل ما فيه أحكام تفصيلية تتعلق بحياة الناس، ما فيه. الآن تمشي أقرأ في الإنجيل وتعال طلع لي أمور الحلال والحرام ورأي الإنجيل المحرف ده، مش ده ما كلام ربنا، هو كلام ربنا نسخ والموجود ده محرف. جيب لي من الإنجيل ما يتعلق بقضايا الاقتصاد، قضايا الحلال والحرام، تنظيم الحياة، ترتيب الأحوال الشخصية، دي عندهم؟ ما عندهم، ما عندهم. عشان كده هم لما لقوا انه دينهم، بل دينهم ضد العلم وضد التطور وضد الحضاره، ده السبب اللي خلاهم بعضهم ينبذ الدين تماما زي ما حصل في الثوره الفرنسيه، وبعضهم بيقبل الدين كطقوس. دينهم ذاته المحرف ده بيقبلوه كطقوس محدده جدا بتتعلق بقضايا محصوره. اما نحن ديننا الاسلام
فدين شامل تكلم عن كل نقطة ومسألة أي شيء بيتعلق به حياة الناس. الإسلام عنده فيه نصوص واضحة جدا وأحكام ظاهرة ما في أي نقاش فيها. هل أنت تجد تساوي الإسلام بغير الإسلام؟ نحن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي سلمان قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يطير في السماء إلا وأخبرنا عنه خبرا. أي شيء عندنا عنده حكم. أنت النقاش المنطقي اللي أنا بعتبره منطقي، تعال أنت قول لي يا أخي الأحكام الواردة في الإسلام مع النصارى دي ما بتحفظهم حقوقهم. أنا بجي بقول لك إنه الأحكام الموجودة في الإسلام حفظت لغير المسلم إنه يعيش ب يعني أمان وسلام واستقرار داخل الدولة الإسلامية أكثر من الأحكام العلمانية الوضعوها غير المسلمين لمن يعيش في ظلها المسلم. بل الآن حتى في المحاكم قريب ده أنا قريت تقرير طلعوا قريب ده من أظن المحكمة العظمى في أمريكا سموها ده جريت سكوت مطلعين إنه القرآن أعظم كتاب للعدالة الإنسانية على وجه الأرض. يا أخي اللي أنت بتقول عنهم أقليات ديل نحن ربنا أمرنا نتعامل معهم معاملة كويسة. ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تقسطوا يعني تعدلوا معهم. نحن في دولتنا الإسلامية عشنا نماذج في الدولة الإسلامية للعدالة التامة بين المسلم وبين الكافر في مسائل ما في كل شيء. العدالة في مسائل في حقه ما بيظلم في حقه. كافر لو مش اشتغل وعمل له مزرعة ما من حق المسلم يمشي يقلع منه يقول له يا أخي دي بلدنا وده حقنا نحن. لا ما من حقك تشيله ده حقه هو. وأمشي أقرأ التاريخ الإسلامي اختصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي في درع والدرع حق علي بن أبي طالب لكن الدرع قاعد مع اليهودي وعلي بن أبي طالب قدموا بعد ذلك للقضاء القاضي شريح. شريح ما صحابي تابعي اختصم. اتخيل الواقفين قدامه بس اللي مثلوا أمام القضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاو يهودي يهودي بس ولا مسلم ذات ولا شيء ولا عربي. الدرع في يد اليهودي. وطبعا في القاعدة في القضاء البينة على المدعي واللي عنده الحاجة في يده ما بيعتبر ده مدعي. المدعي الثاني اللي ما عنده. فطولب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يقدم البينة وإلا يبقى الدرع حق اليهودي. فأمروا بالبينة. عندك شاهد على إنه الدرع حقك وهو حقه. جاب شاهدين غلامه يعني مولى من مواليه وولده. فالقاضي قبل شهادة واحد منهم ورد الثانية. قال له ما بقبلها. قال له عندك بينة. قال ما عندي. قال يا يهودي خذ الدرع فإن أمير المؤمنين عجز عن البينة. أدلوا اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن ديننا الإسلامي هو اللي كفل العدالة حق العدالة. وإنه يعيش غير المسلم في وسطنا يعيش في حياته الدنيوية إحنا ما بنسأله وبنعامله معاملة كريمة. كانوا بيأذوا النبي عليه الصلاة والسلام وخدت له الأذى والشوك والوسخ قدام بيته ما كان بيقتلهم كان بيعاملهم المعاملة الكريمة. لكن انت جاي الليلة عشان حق بتاع أقلية تقول لي في ناس. أسأل لو سألتك جبال النوم الما مسلمين فيها كم انت بتعرفهم؟ انت ما بتعرفهم ذاتك. انت ذاتك ما عارفهم يا أخي. إذا كان خليك من جبال النوبة انتوا بتنادوا بعلمانية العاصمة. علمانية العاصمة كم عدد غير المسلمين في العاصمة في البلد دي كم؟ بعدين أزيدك من الشعر بيت
هل نحن مشكلتنا في البلد دي مشكلة علمانية؟ هل الشعب ده لما طلع كان بينادي بعلمانية؟ تحداك انت الثورة بتتكلم عنها دي، انت كان في الثورة تبقى نجيط تقول لهم يا ناس ما عندنا شغلة بيصف بنزين ولا جاز ولا عيشة تغلى ولا عيشة ترخص ولا تاكل ولا تموتوا، ما عندنا بيكون شغلة، نحن جايين عشان نغير الدين بتاعكم ده ونجيب لكم العلمانية. هل الشعب السوداني حيوافقهم؟ حيطلع معاهم؟ ما كان في ذل حيطلع، لكن انتوا جبانين وكذابين وغشاشين ومخادعين، والان انكشفتوا. انت جاي تزايد على الناس انه الكيزان هم اللي فرضوا علينا الاسلام. هل كان الكيزان فرضين عليك الاسلام؟ هل العمل الكيزان ده هو الاسلام؟ العمل الكيزان ده لو كان الاسلام لو طبقوا الاسلام بجد انت ما كان بيكون عندك لسان تتكلم قدام الناس، لانه الاسلام دين، دين عداله ودين حقوق، وما كان نوعك ده بيلقى فرصه ثانيه يتكلم. العلمانيه اللي بيزايدوا بها الجماعه دي متاجرات، انتوا بتدغدغوا بها لاسيادكم البر هناك، دار توروهم انه نحن جبنا لكم الكفر اللي انتوا دارينه، يلا ادونا القروش انبطحنا لكم، دارين الكفر العلمانيه. علمانيه انت قايل المساله لو انبطاحه انت بتنبطح اكثر من الكيزان؟ الموضوع ما انبطاحه يا اخي، ما تقول لي الان رافعين في الشعارات بتاعتهم عبد العزيز الحيلي يقول لك علمانية الدولة لا للدولة الدينية، بالله دي مزايدات. الكيزان عملها زمان 2005، اتحداك اقرا اتفاقية نيفاشا، اتفاقية نيفاشا 2005 كان الدستور بتاع البلد دي مكتوب فيها شنو جوا؟ الاسلام هو مصدر التشريع، مكتوب فيها المواطنة اساس الحقوق والواجبات، دي كتبوها الكيزان. انت ما عارف الحاصل ولا شنو؟ انت ما جايب خبر. الانبطاحه دي انبطحوها الكيزان زمان وما جابت حاجه، هسه جاي تنبرش وتنبطح لامريكا، انبطحنا لكم يا ولد. دي لو بتجيب حاجه كان جابتها للكيزان، ما في حاجه من ثوابت الدين. الكيزان وقفوها كده قالوا لا دي نحن ما بنتنازل عنها، شنو اللي ما تنازلوا عنه؟ ما اي حاجه تنازلوا عنها، ما اي شيء تنازلوا عنه. ما قبلوا بجونجرن، جونجرن ده شنو؟ صحابي، جونجرن تابعي. 2005 جونجرن نائب رئيس جمهورية السودان ولا لا؟ نائب الرئيس منو؟ جونجرن ده من التابعين صح يا شيخ مزمل؟ يا دي انتوا دار تزايدوا الليله دي؟ دار تجوا تزايدوا للغرب انه احنا قبلنا بالاخر؟ جونجرن من قريش؟ كان من قريش جونجرن؟ طيب تقول لي لا نحن لابد نقبل بالاخر، يا تو اخر. الكيزان ما قبلوا بيو، القصر الجمهوري ده ما ملوه رباطه، ده ما شفتوا؟ مليان رباطه، يجيب لك واحد لا في العمه ما مارق عينه كذي، حركه مسلحه، وزير شؤون دينيه، وزير ما تعرف شنو، مني ياخذ بيته بجاي نوصفه لك، انت ما بتعرفها، بلد انا قاعد فيها من 2002، بيته هنا مني كان، مني اركم الناوي، هذا بيته بجاي والله. شفت الاتحاد الاوروبي ولا اسمه شو اللي هنا ده؟ بس جنبه بيجاي فاتح عليه وكان بيت مني. يا ناس ما تجوا تزايدوا الليله انه انتوا خلاص كده البلد دي. واحد مره بيتكلم في اليوتيوب بين النظارات كده قال نحن جعانين لانه خلونا يا اخي من التشرذم الديني ده، خلونا ننفتح على العالم عشان يجينا الدعم. وين الدعم؟ انفتحت هسه انت انبرشت للنهايه، وين الدعم؟ اجشنو؟ قالوا قانون النظام العام ما دايرينه، شالوه ولا ما شالوه؟ برا. قالوا المناهج القراءه قال لهم وراهم ما دايرينه، قالوا الروضه سنه اولى لعب بس، قال لعب سنه اولى روضه شاف عمره 4 سنة بس يجيبوا يلعب ماما هنا ماما. السنه البعديه قال اناشيد بس اناشيد. اها عملوا ادوكم حاجه؟ تعرف اخر قرارات امريكا شنو؟ قرار السوداني اللي يدفع علينا، نحن ندفع؟ يا ناس اتقوا الله يا اخي، ونحن عندنا شو عشان ندفع؟ قالت اللي يدفعوا لنا، ودي راجلنا من زمان تديكم تدفع قروش عشان يرفعوك من غايمه الارهاب. دي غايمه الارهاب ولا غايمه الفلس؟ نحن ما عندنا دي غايمه شنو؟ يا تو ارهاب، نحن اللي عاقبونا به يا ناس.
أنا بتكلم لك عن عهد الخيزان، مش أنا بتكلم لك عن نموذج الدولة الإسلامية اللي مفترض تطبق. لا، نموذج الخيزان اللي قدموه ده نموذج اندراشي انت لا يمكن تنبرش ورا منه. والله ده لصقوا شفتها بطنهم على الوطا على الحديدة، ما خلوا لك محل تنبرش فوقه تاني انت ذاتك أصلا، عشان ده تقول لي لا لا والله لا بد أن نقدم تنازلات واتفاقية السيداو. والصادق المهدي يقول لك اتفاقية السيداو، انت عارف الصادق المهدي وقع عليها بتين؟ والله نحن انا بغيت حسب ما اتذكر انا كنت في الجامعة دي في سنة ثالثة ولا رابعة، صادق المهدي وقع عليها زمان، الكلام ده قبل 10 سنة، وقعوا عليها زمان زمان. واتفاقية السيداو والكيزان عمليا كده عندهم معاه مشكلة؟ ما عندهم معاه مشكلة. الحرية اللي انت بتتكلم عنها وانه نحن دارين نهاية الكيزان، كان عندهم مشكلة مع الحرية يا اخوان؟ نبقى واقعيين نحن، ده واقع احنا عشناه. هل كان عندهم مشكله مع مبدا من مبادئ الحريات اللي انت بتدعو ليها الان؟ وروني شنو كان عندهم. ما عندهم اي مشكله معها. حريه الدين قالت ترابي زمان، انت الوقت ده بتكون بتقرا في سنه ثانيه ابتدائي ولا خشيت المدرسه 2005؟ انت ما خشيت المدرسه. الترابي قال هنا في الميدان الغربي، قال الانسان يعتقد ما يشاء، والدين اللي انت جاي تطعن فيه الليلة عشان تأكلنا نحن الشعب السوداني الجعان، التراب طعن فيه من بدري، قال لهم الصلاة ذاتها، قال انت قال بتسلم في الصلاة السلام عليكم، بتسلم على منو؟ قال ما في حاجة، قال ما شنو السعي، قال بين الصفا والمروة جاري وجاي في شنو، قال وصلي، قال على كده احنا قال ترى زمان من زمان بنصلي على الشيطان لأنه برجم الشيطان هناك في الحج، قال احنا ترى بنصلي على الشيطان ذاته. ما في حاجة أنت تقدمها الآن، أنت عارف مشكلة البلد شنو؟ وده الحل اللي بنطرحه نحن. مشكلة البلد دي لا بتحلوها أنتوا العلمانيين ولا بيحلوها الكيزان. البلد دي دايرة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى ونرجع لربنا، دايرين شغل نشتغل. البلد دي أنتوا ما دايرين تشتغلوا فيها. ده قال حنبنيه الولايات بتاعنا الثورة مش أهو أنتوا؟ قال حنبنيه ومش حيبنوه، قالوا؟ قاعدين في القيادة هنا بجاي. قال حيبنوه، يتبنوا شنو في القيادة؟ وريني البلد بيبنوها كيف اصلا؟ قالوا حنبنيه وقاعدين مع ستات الشاي. حنبنيه ويقول لك ونلونه. والله تبنيه بشنو؟ انت ما عارف البلد بيبنوه اصلا بشنو زادك انت؟ فهمت؟ نحن غطسانين يا اخي. العيش الان لا ترى بالعين المجردة الرغيفة. حتبنيه؟ أنا سرحتها كثير يا أخوانا. قال كيف نعمل دستور يرضي الجميع؟ يا شيخنا ما في دستور برضي الجميع. ما في، أنا أكلمك. ما في دستور يرضي الجميع؟ يا أخي كتاب ربنا الكتاب المحكم مرضي الجميع، في كفار ما راضيان يعني به، كتاب ربنا الناس ونوعك ذاته ما راضيان يعني به. أنت أول واحد ما راضيان يعني به. إذا كان ربنا خلقنا اللي لا بيغلط. ولا يهم ولا تأخذه سنة ولا نوم، ربنا سبحانه وتعالى مع حكمته وعلمه بالخلق نزل لك كتاب قال لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أنه رؤوف ورحيم وحريص علينا وكذا كله، وجانا بقرآن وبهدى وببينات، إنت ما رضيان والقراي ما رضيان والعلمانيين ما رضيانين. انت زي تقول لي دارين تضعوا انت ورده بانا، انا برضي ما رضيان ولا انا ما سوداني ديك عندي رقم وطني سوداني دستورك انت انا ما رضيان به، في دول هنا رضيان به؟ ما رضيانين ما رضيانين، رضي الجميع كيف يعني؟ وشنو هو اللي بيرضي الجميع؟ اتخيل دي اوهام. انا والله انا بتالم جدا لما الشباب قدر ديل شباب جامعات الواحد يكون يعني عنده افكار يعني ممكن نرجسيه اسميها ولا اسميها شنو؟ دي افكار نرجسيه، دستور يرضي الجميع، منو يرضي الجميع؟ يا ترى ابوك في البيت قاعد يرضيكم؟ كان جاب لك حاجه انت اخوك بكورك. ما في شيء بيرضي الجميع. انت اعمل الصح، قول احنا جايين نعمل الصح. الرضيان حبابه والما رضيان يطوق راسه بالزلط. اعمل الصح، ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر، ده الصح كده. انت اعمل الصح، شنو تقول لا ارضيهم
هتقعد انت عارف الفتره بتاعتك مش حكمك 4 سنوات تلولي في الشعب السوداني دل بكوك لبينا دي دي يا ولا والله شفتك ترد يا زول على الله يا اخي هو كان انت بترد الجميع هسه تلقى 10 بتاع زلابيا فاتحين محلات فلان للزلابيا المدردمه فلان للزلابيا كده ما ده عنده دار زلابيا ناشفه وداك دايره لينه وده دايره زيت شويه وداك بيزيد سمسم وداك بيزيد فول وداك بيزيد فرامل اي زول عنده مزاج في البرنامج ده براو ما بتقدر ترد الجميع يا ولدنا اعمل الصح بس طيب بعد ده قال موقفكم من الكيزان شنيتو قبل الثوره وبعد الثوره انت حضرتنا قبل الثوره احنا هنا حضر في المنابر ما قاعد نتكلم عن الكيزان والله ما شاء الله يا اخي انت عارف لما انت في سنه اولى لما انت كنت في سنه اولى ابتدائي 2004 انت كنت وين شاف ده جابوا لك المقطع ده ده 2004 انا كان لي 3 سنة ولا سنتين ونص كده في الجامعه يا دوب برلوم صغير زي كده ده 2004 انت كنت وين؟ ولدوك؟ يا ناس انا بحتار كونه زول يجي يقنع نفسه بحاجه ما منطقيه هو غيرنا نحن اللي عنده خلافات مع الكيزان منو اصلا كان؟ منو كان عنده خلافات مع الكيزان؟ ناس العلمانيين دول قاعدين يدقوا على نغمة معينة في النهاية مشكلتهم مع الكيزان مشكلة بتاعت قروش ودارين سلطة ولا بد نجيب السلطة والكيزان دمر البلد الآن استلموها وما في أي حاجة ما في أي شيء الآن هم اللي ما عندهم كلام مش نحن وإنت المواجه كزول بتدافع عن العلمانيين إنت المواجه بالسؤال ماذا فعلتم للشعب السوداني المنتظركم طيب قال عندكم مصلحة من الكيزان عشان كده ما قاعد تتكلم عنهم قال الطلبة ديل طلبة جامعين وواعين ما في داعي تيجي تتكلم لهم وشايل لهم كتاب وبشوك ده ذاته مطالب جامعي داخل ريت كلية الهندسة هنا جامعة الخرطوم دي ذاتها انت قالوا ده بشوك انت ذاتها مرات بتتكلم لك كلام الناس بيسيئوا بك الظن ده ذاته طالب جامعي زيك يا اخي تمام معلش بس كلامه كده نحن بنخاطب الطلبه الجامعيين بنفس المستوى الجامعي بتاعهم في ناس برا هناك ممكن يكونوا من اهلنا اللي ما قروا بنمشي نخاطبهم بنفس الاسلوب بتاعهم وما في احتقار لزول كلهم القرى جامعه والما قرى كلهم عندنا نحن واحد ما في فرق بيناتهم وفي النهايه مساله القرايه دي قد يكون انت اجيته ومفتري وعامل فيك قريه جامعه في واحد قاعد هناك وماسك طورته وبيشتغل في الخلا عشان يقريك انت جيت الجامعه هنا ده ديلك برضو عندهم حقهم ما نقصي في عقولهم ولا في فهمهم ولا في ادراكهم لكن في النهايه دي ظروف والبلد دي كلها نحن عايشنا ظروف كم من الناس بيضحوا عشان يقروا الناس التانيين فما تجي تفتري عليهم ودي الطلبه قروا يعني شنو قروا؟ شنو يعني قرا؟ هو الكيزان ده ما قروا انت قريت اكثر من الكيزان؟ الكيزان ده ما قروا القرايه اللي راسه وقعره في النهايه طبزوك وطبزوا البلد دي كلها. قضيه ما قضيه قرايه يا اخي. وهلا بقول لك القلم مبذل بلم والما عنده فهم اصلا وزول المغبه والمغفل القلم ما بزيده حاجه. فهمت القضيه ما قضيه قرايه. قضيه انه زول يوفق ذاته للحق. طيب ما في حاجه ثانيه قال ما تنبذوا الناس يا اخي انا ما قلنا نبذوا يا بس انا ولد ده ما نبس نبستك جرحتك بحاجه اسف انا لو جرحتك يا اخي انا اعتذر لمشاعرك النبيله وحاسيسك المرهفه ماذا نجرحك لكن ما تجي تقول لنا كلام ما راكب عدله هنا بس ده موضوعنا كله فرصه مفتوحه